يعني الأحداث السياسية الأخيرة مغطية إلى حد كبير على الصورة الكلية للأوضاع الاقتصادية اللي تدهورت بشدة خلال شهرين ما بعد 3 يوليو اللي فات. فخلال سنتين ونص وأكثر من تفجر الثورة في 25 يناير، الوضع النهاردة إن إحنا في اقتصاد يكاد يصل للقاع، منهار بصورة كبيرة، التضخم بيصل لمستويات تقارب المستويات اللي كان فيها في 2008 لما قصر مستوى 20%. نفس المسألة بالنسبة لمعدلات النمو، معدلات النمو بتنخفض بصورة دورية، يعني التوقعات كلها بتشير ان معدل النمو هيكون في حدود 2%، ويمكن كمان بسبب اللي حصل من ركود خلال الشهرين اللي فاتوا يكون اقل من كده بكتير، يعني ممكن يكون في حدود 1.5% او اقل. على صعيد البطالة زي ما احنا عارفين ان الارقام الرسمية اللي بتتكلم عنها الحكومة بتتكلم على 13.2% خلال الربع الاول من 2013، و ده معناه ان في 3.5 مليون عاطل عن العمل، وده دلالته ان في 1 مليون عاطل جديد عن العمل خلال الفترة من نهايات 2010 لغاية 2013 الربع الاول. فدي الارقام الرسمية. لو شفنا الارقام الاخرى، يعني بعض الباحثين وبعض الاقتصاديين بيقدروا مستويات البطالة عن مستوى 25% بالنسبة للشباب، بل أكتر من كده. يعني في دراسة عملتها باحثة مهمة اسمها فرح حلمي حوالين إن البطالة ما بين الفئة العمرية ما بين 15 سنة ل 29 سنة، البطالة بتتراوح ما بين الفئة العمرية دي لأكتر من 74%. يعني احنا بنتكلم على 3/4 الشباب اللي في الفئة العمرية دي لا يعملوا. ده يعني ده واضح تماما في حركة الغليان اللي موجودة في الشارع. فلو شفنا المظاهرات، سواء المظاهرات اللي كانت قبل 30 يونيو أو في 30 يونيو أو ما بعدها، معظمها من الشباب اللي في الفئة العمرية. التضخم واصل لمستويات بالفعل بتقترب من 20%. أسعار السلع الأساسية بتزيد كل شوية، الناس فعلا ما عادتش قادرة أنها تتحمل، تحديدا في ظل الانخفاض في الأجور. يعني حتى الآن، يعني مرور سنتين ونص على الثورة أو أكتر، وما فيش حد أدنى للأجور اللي كانت بتطالب بيه الحركة الاجتماعية أو الحركة العمالية بالأساس، حوالين 1200 جنيه كحد أدنى. ده ما اتطبقش حتى الآن. مستويات الفقر حتى بالأرقام الرسمية للدولة ارتفعت من 20% ل 25%، والتقديرات للمنظمات الدولية زي الأمم المتحدة أو غيرها بتتكلم على إن 40% أو أكتر من المصريين بيعيشوا على أقل من دولارين ونص في اليوم. ومثلا مرصد الغذاء المصري بيتكلم على ان 86% من الاسر المصريه ما بتقدرش انها تكفي احتياجاتها الشهريه. فاحنا في وضع اقتصادي فعلا متدهور مؤثر على مستويات معيشه الناس بصوره كبيره. فالناس في اسوأ وضع بالمقارنه بما قبل سقوط نظام مبارك. وعلشان كده احنا محتاجين نعرف ليه الوضع بالشكل ده. الوضع بالشكل ده لان الطبقه الحاكمه اللي هي نفس الطبقه اللي كان مرتكب اليها نظام حسني مبارك، طبقه الراسماليه، طبقه كبار الاغنياء، الطبقه دي مش بتقاوم بشده تغيير جوهر النظام. فالنظام الموجود سواء في عهد محمد مرسي او عهد المجلس العسكري او عهد الدكتاتور مبارك هو نفس النظام الاقتصادي، محدش عايز يقرب منه. الطبقه الحاكمه بتقاوم بشده اي تغيرات حقيقيه تنتزع اي مكاسب او تقلل او تضغط على ارباحها. الطبقه الحاكمه وممثلينها سواء كان المجلس العسكري او نظام مرسي، جوهر
السياسه اللي اتبعوها ان احنا محتاجين نحل مشكله عجز الموازنه سواء بالمديونيه بالديون الخارجيه او غيرها. دي مساله مؤقته لحين دوران عجله الاقتصاد وعوده الاستثمار من جديد. يعني هم بيراهنوا على نفس منطق الاستثمار الاجنبي كرافعه للنمو. والاستثمار الخاص بالتاكيد، الاستثمار الخاص اللي ليه حوافز سيئه السمعه زي ما كلنا عارفين، اللي كانت في عهد حسني مبارك اراضي بالمجان لطلعت مصطفى وتهرب من الضرايب واسع اجور رخيصه، فهم عايزين يحافظوا على مجمل السياسات دي دون اي تغيير حقيقي. وهم بيراهنوا على المستقبل، ان الاستثمارات هتيجي، بس هم يحلوا المشكلة خلال الفترة الحرجة دي ويعدوا بالاقتصاد زي ما هو بجوهره اللي هو ما تغيرش من عهد حسني مبارك حتى بعد سنتين ونص من الثورة أو أكتر. يعني النموذج ده اللي متبنيه الطبقة الحاكمة معتمد على مسألة أساسية، إن بمرور الوقت هتخفت حدة الإضرابات الجماهيرية والاحتجاجات خاصة الإضرابات العمالية، وده بان خلال السنتين ونص انه مش حقيقي. احنا شاهدنا في ظل محمد مرسي اوسع موجة اضرابات عمالية وصلت لمستويات قياسية حتى تاريخيا، مش بس على صعيد مصر حتى على الصعيد العالمي، بحجم الاضرابات او متوسط الاضرابات العمالية اليومية، يعني وصلنا لمستويات فعلا تاريخية مرعبة. وده كان لازم الطبقة الحاكمة تتحرك وتزيح نظام مرسي، لأنه كان نظام الإخوان بالأساس وجوده في السلطة أو رضاء العسكر عن الإخوان بمنطق أنهم قادرين كقوة جماهيرية أنهم يحجموا أو يحتووا الحركة الجماهيرية. وده اللي كشفت عنه الأحداث خلال السنة من حكم الإخوان، أنهم غير قادرين على تحقيق الهدف الرئيسي من وجودهم في السلطة. الفكرة في التغير الدرامي اللي تم بإزاحة محمد مرسي تحديدا بتدخل الجيش يوم 3 يوليو انه عنده أمل، بس هي الفكرة ان في تفاعلات يعني بتتم مش بإرادة الأفراد، يعني دي إرادة الطبقة، طبقة طماعة زي ما اتكلمنا، طبقة جشعة، طبقة ما عندهاش استعداد انها تقدم تنازلات، وان التنازلات ما بتتقدمش زي ما كلنا عارفين غير بضغوط عنيفة من تحت. مفيش حد مستغل هيتخلى عن الأرباح العالية اللي بيحققها أو الثروات الكبيرة اللي بيكتنزها إلا يعني بالضغوط العنيفة اللي بتوصل أحيانا للقتال. يعني مفيش حد بيتخلى عن ثرواته ببساطة، فده مش هيحصل غير بثورة اجتماعية فعلا يعني مستهدفة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العيش بشكل حقيقي، مش مجرد شعارات سهل الالتفاف عليها. احنا لسه، انا في تقديري احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي، في شعارات بالتاكيد مرفوعه حول العداله الاجتماعيه، لكن الحركه الاجتماعيه، الحركه من اسفل انها مستهدفه ده، انها تحقق ده، هي ماشيه في تفاعلاتها، بالتاكيد المستقبل ليها، لكن حتى هذه اللحظه ما زالت الطبقه الحاكمه عندها تصورات وعندها اوهام انها تقدر تلتف مره اخرى على الشعارات الرئيسيه والمطالب الحقيقيه للجماهير، تحديدا المطالب الاجتماعيه والاقتصاديه، زي ما حصل في ظل المجلس العسكري وزي ما حصل في ظل الاخوان. هيحصل المره دي، هيجربوا المره دي السيسي وحكومه البلاوي هتجرب ده، وهي ماشيه في الطريق ده. يعني لو نشوف هم بيعملوا ايه، هم كل اللي عملوه خلال الفتره اللي فاتت هم بيواجهوا مأزق رهيب جدا. يعني الموازنه اللي عدها الاخوان، موازنه 2013 2014، بيتكلموا على عجز، على تخفيض العجز دلوقتي زي ما اتكلمنا 240 مليار جنيه، يعني بما يتراوح ما بين 13.8% من الناتج المحلي الاجمالي. هم عايزين يخفضوا المستوى ده لمستوى 9%، بيتكلموا حوالين 186 مليار جنيه، والفرق ما بين ال 240 وال 186 مليار تقريبا 54 مليار جنيه مصري.
ال 54 مليار دولة اللي هيدفعهم الناس اللي دول على على تقليل المصروفات او تقليل الانفاق العام، سواء كان صحة سواء كان تعليم. فالنموذج اللي هم ماشيين فيه والموازنة اللي هم ماشيين فيها، اللي هي الموازنة اللي عدها حزب الحرية والعدالة او نظام الاخوان المسلمين، فعلا موازنة كارثية على الفقراء وعلى العمال وعلى القطاعات الواسعة من الجماهير. شوية هم خلال الشهرين برغم الركود اللي خلقوا الحظر قدروا ان هم يستمروا في دعم تحديدا السلع الأساسية، سواء كانت المحروقات البنزين سولار او كهرباء او مية او حتى قمح ممثل في رغيف العيش، قدروا ان يعملوا ده بالمعونات اللي خدوها من الخارج. يعني هم خدوا حتى الآن في حدود 5 مليار دولار. ال 5 مليار دولار دول ما هماش كافيين، وعلشان كده لو بنشوف تصريحات البنك المركزي خلال الايام اللي فاتت بيتكلموا حوالين ان ال 7 مليار الباقيين اللي وعدت بيهم السعوديه والامارات ما جوش حتى الان، فهم عندهم مأزق في الشهور اللي جايه. عندهم الكهرباء بدات تقطع مره ثانيه لانهم عندهم مشكله في انهم يدفعوا فلوس السولار وفلوس المازوت وفلوس الوقود. نشوف ان ال 12 مليار دولار اللي وعدت بيهم السعوديه ما هماش كافيين. يعني هم ممكن يمولوا احتياجات الحكومه خلال فتره قصيره جدا، وزي ما قال وزير خارجيه السعوديه الامير سعود الفيصل لسه مصرح لفوكس نيوز من يومين، بيتكلم حوالين انه الاعانات والقروض السعوديه لمصر ليها نهايه، يعني مش هتفضل للابد يعني، ولانه ما قدامهمش طريق، يقصد الحكومه المصريه، غير انهم يروحوا لصندوق النقد الدولي. يعني ان ده نهايه الطريق. يعني هم لو خدوا حتى ال 12 مليار دولار كلهم وخدوا حتى قدهم مره ثانيه، الموضوع ده ليه نهايه. يعني سواء خدوا من الكويت من الامارات من السعوديه، موضوع القروض الخارجيه او الدعم الخارجي ده ليه نهايه. وكل بيزق في ان هم قدامهمش حل غير ان هم يروحوا لصندوق النقد الدولي. وزي ما هم بيتكلموا على صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي بالنسبه لمنظومه السياسات اللي هم متبنيينها، سياسات الليبراليه الجديده اللي هي نفس سياسات مبارك، نفس سياسات المجلس العسكري، نفس سياسات مرسي، نفس سياسات البيبلاوي والسيسي، نفس السياسات دي بتتكلم على الاستثمار الاجنبي. فهم عايزين شهاده من صندوق النقد الدولي يقول له شهاده حسن سير وسلوك، فهم لازم يطبقوا السياسات التقشفيه، لازم يرفعوا الدعم من على الوقود زي ما بيتكلموا، لازم يخفضوا النفقات بشكل عام. يعني ده معناه ان مفيش اي تحسن، بل في تدهور في الاحوال المعيشيه للناس. صندوق النقد الدولي بالنسبه لجوهر السياسات المتبنياها حكومه الببلاوي في غايه الاهميه، وده شفناه في تصريحات احمد جلال وزير الماليه واشرف العربي، كلهم بيتكلموا مش بيستبعدوا الاتفاق مع الصندوق، بس ربما بيرجعوا يعني لمثلا للربع الاخير من السنه او لبدايه 2014، لكن في النهايه هيروحوا لصندوق النقد الدولي لان مفيش مفر. هم علشان يجيبوا استثمارات خارجيه استثمارات اجنبيه ويقدروا ياخدوا قروض سواء من مؤسسات دوليه او من بنوك ومؤسسات اجنبيه لازم يروحوا للصندوق، ما فيش مفر. ومش هيقدروا يوقعوا اتفاق مع الصندوق غير بانهم يعملوا حزمه سياسات تقشفيه. حزمه السياسات التقشفيه ستؤدي بالتاكيد زي ما احنا كلنا عارفين، الحزمه دي سيئه سمعه في كل الدول، ودول كتيره وقعت اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وما قدرتش انها تكمل زي جورجيا وغيرها، وتوقفت عن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فزي ما احنا عارفين ان السياسات دي سياسات ستزيد افقار الجماهير العريضه، مش بس الطبقه العامله، حتى الطبقات الوسطى. فالنظام ده احنا متوقعين انه بسرعه الجماهير هتكتشف ان هو معادي ليها، وبسرعه الجماهير اللي هي يعني كانت
تأمل في ان النظام ده يبقى مختلف عن نظام مرسي ونظام حزب الحريه والعداله ونظام الاخوان، هتكتشف ان هو نفس السياسات، نفس جوهر السياسات. فبالتالي هتبتدي حركه الاضرابات في التزايد مره اخرى بعد زوال الاوهام، وبعد ما البروباجندا هتخف بتاع الدعايه بتاع الطبعه الحاكمه في التلفزيونات، سواء التلفزيونات الخاصه او التلفزيونات الفضائيات الحكوميه، هيبتدي من جديد مره ثانيه نشوف الاضرابات الجماهيريه الواسعه والاحتجاجات الجماهيريه الواسعه والاضرابات العموميه الكبيره. هنشوف ده هيتكرر ويمكن على مستوى اوسع من المستوى اللي كان، المستوى التاريخي اللي كان موجود في ظل حكم الاخوان. احنا طبعا محتاجين نفهم ليه الجيش بيتصرف بالكيفيه دي، ليه الجيش قطع الطريق على الحركه الجماهيريه. بالتاكيد كانت هتاخد اسابيع علشان تسقط مرسي، لكن كانت تتعلم في تفاعلات تحركها على الارض ده مين معاها ومين ضدها. كانت تكتشف ان الداخليه اللي هي بتتمجد دلوقتي كابطال منحازين للثوره انهم اعداء الثوره، كانت تكتشف ان العسكر هم كمان اعداء الثوره. لو الجيش ما اتحركش بسرعه وقطع الطريق، قطع الطريق علشان الجماهير بحركتها الذاتيه بتجربتها هي انها ما تكتشفش حاجات كتير. بس هي المفارقه ان الجماهير بتختار طول الوقت الحلول الاسهل، انه طبيعي ان الجماهير لما كانت لقت الجيش بينحاز لمطالبها او لمطلبها الرئيسي بازاحه نظام مرسي، في انها كانت هتبقى مرحبه بده، لان ده الطريق الاسهل لازاحه مرسي. الجماهير ما بتدفعش فاتوره الدم الا انها الا لما بتكون مضطره. الجماهير ما بتقبلش بالثوره كحل الا لما بيبقى ظهرها للعيب بالفعل. لو في طرق اصلاحيه اخرى تحقق لها المطالب، او في طرق اسهل تحقق لها المطلب اللي هي خارجه علشانه، بتتبنى الطرق دي زي ما تبنت بالظبط حلول العسكر بازاحه مرسي وخارطه الطريق اللي اعلن عنها. لكن نفس الجماهير دي هتكتشف ان العسكر اتحرك بالاساس علشان يحمي مصالحه. العسكر عايز باعتباره انه اكبر شركه اقتصاديه موجوده في البلد، هما يعني على اقل التقديرات، يعني في ناس بتتكلم على انهم بيملكوا 40% من الاقتصاد، في ناس بتتكلم على انهم بيملكوا 15-10%، فنقول في المتوسط ربع الاقتصاد 25% على الاقل بيمتلكوا 25% من الاقتصاد. ده معناه انهم اكبر شركه اقتصاديه في البلد، اكبر مالك، اكبر رجل اعمال. يعني المجلس العسكري ده اللي هم كبار الجنرالات هم اكبر رجال اعمال موجودين في البلد. رجال الاعمال دول متعطل حالهم بقى لهم سنتين ونص، يعني بالتاكيد السوق ده اللي بيتدهور وبيقل اتساعه وبيقل الطلب فيه، الركود كمان مش بيصيب بس رجال الاعمال الكبار امثال ناصر ساويرس وفريد خميس وابو العينين، لا كمان بيسيب كبار الجنرالات باعتبار ان الارباح السنويه اللي بتتوزع اللي بتخرج من الشركه الكبيره دي، جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي بيمتلك مجموعه من المصانع ومجموعه من الشركات مش بتشتغل بس في المكرونه زي الناس ما متصوره، او صافي كمياه معدنيه او عسل النحل، لا ده بيشتغلوا في الاسمنت والحديد وعندهم مصانع كيماويات وعندهم بيشتغلوا في كل حاجه دلوقتي، بيشتغلوا في كل حاجه، عندهم امبراطوريه متراميه الاطراف، تقريبا معظم الاراضي الصحراويه هم مستوليين عليها وما فيش حد يقدر يستغل اي حاجه فيها الا بتوقيع اتفاقيات معهم كحق انتفاع، بينافسوا بالفعل كبار الراسماليين في البلد. ودي كانت الخناقه قبل انهيار او الاطاحه بالنظام مبارك بينهم وما بين كبار الراسماليين. يعني كان ناصف ساويرس في مره كان بيشتكي انه منافستهم منافسه غير عادله، هم عندهم الاراضي بياخدوها ببلاش، هم بيشغلوا المجندين بالسخره، فطبيعي انهم يقدموا مناقصات
ارخص كتير من الشركات المقاولات الاخرى. كان بيتكلم في موضوع الانشاءات والمقاولات، فطبيعي انهم يقدروا يعملوا المشروعات دي بتكلفه ارخص كتير من الشركات المقاولات الاخرى بتاع القطاع الخاص. هو كان عنده حق في ده، لانه النهارده توسعوا مثلا في موضوع المزارع، يعني عندهم على الاقل 6 مزارع يعني بعشرات الالاف من الافدنه تحديدا في الصحراء في الوادي الجديد وفي الواحات، بيشغلوا فيها المجندين الفقراء اللي هم الفلاحين، اصلا فلاحين بيشتغلوا في درجه حراره بتتجاوز ال 40 درجه مئويه، وفي ناس كتير وقعت قتلى يعني، بس مش الناس مش بتموت بس بالسلاح بتاع الجيش في المظاهرات، لا كمان بتموت تحت درجات الحراره وتحت ظروف الصخره اللي بيشغلهم فيها الجيش في الاراضي الصحراويه اللي بيستصلحها طول الوقت في مزارعه. الجيش ليه مصلحه قصوى في انه يرجع السوق مره تانيه للانتعاش. الانتعاش بيعني مزيد من المبيعات، مزيد من المبيعات بتعني مزيد من الأرباح، اللي هي بتعني مزيد من القصور الفخمة والإيداعات البنكية لكبار جنرالات الجيش. فهم اليوم مصلحة في استقرار الأوضاع الاقتصادية. الحل الوحيد اللي اكتشفته الطبقة الحاكمة، وان كان في قطاعات كتير من جواها هي القطاعات الاكثر شراسة والاكثر جشعا واكثر نهبا، زي نجيب ساويرس اللي هو وقف الاضرابات العمالية والاحتجاجات الجماهيرية. وده وهم، ده مش هيحصل يعني، ده ما يحصل. الناس بتعمل اضرابات مش طرف، الناس بتعمل اضرابات مش لانها عايزه تضايق الحكومه، الناس بتعمل اضرابات لانها مضطره، الناس بتعمل اضرابات لان احوالها بتتدهور، الناس بتعمل اضرابات لان عندها التزامات، الناس يعني الناس الاسعار بتزيد والنفس الاجور زي ما هي، الاحوال بتتدهور والناس عندها التزامات مدارس، عندها التزامات صحه، التزامات انها تغطي نفقات بيوتها، فالناس بتتحرك صوب الاضرابات او في اتجاه الاضرابات مضطره لان الاحوال بتتدهور، فالاضرابات مش هتبطل. هما النموذج بتاعهم قائم على انهم يخلقوا الاستقرار بالقمع، وده ربما مؤقتا من الناس، ان حركه الاضرابات خفتت في الشهرين اللي فاتوا بسبب المعركه الرئيسيه ما بين الدوله والاخوان وحاله القمع وحاله البروباجندا الرهيبه الموجوده في الاعلام، لكن ده هيخف، قبضته هتخف بعد شويه، فهنشوف حركه الاضرابات قريب جدا يعني، ممكن شهور قليله يعني على نهايه السنه بالفعل ابتدت. واحنا شفنا ده، شفنا انهم يعني نفس موجه القمع اللي كانت في عهد مبارك، في عهد قوه مبارك بدات ترجع تاني. شفنا نفس الاقتحام اللي عمله مبارك للحديد والصلب في 89، وشفنا دبابات بتدخل المحله، شفنا محاصره مصنع السويس للصلب في السويس، بنشوف حالات تخويف رهيبه جدا للطبقه العامله. لكن زي ما قلت انه في النهايه الناس بتتحرك ناحيه الاضراب، والناس بتتبنى الاضراب كحل لانها مضطره لده. فاحنا هنشوف الحركه العماليه في قلب النضالات من اجل الاطاحه بالنظام الببلاوي، من اجل الاطاحه بحكومه الببلاوي والنظام السيسي اللي هو بيخدم نفس المصالح اللي كان بيخدمها نظام مبارك، ونفس المصالح اللي كان بيخدمها نظام الاخوان او نظام مرسي. بالتاكيد الناس بتتعلم يعني طول الوقت، يعني احنا في ثوره عميقه، احنا مش مجرد ثوره ملونه زي ثوره اوكرانيا او ثوره جورجيا، لا دي ثوره حقيقيه، ثوره بالفعل بتتجذر كل يوم، وفي تجذرها ده الناس بتتعلم في الممارسه اليوميه لتحركاتها، فالناس هتكتشف بسرعه وبتتعلم بسرعه بالفعل، هتكتشف ان قد ايه النظام الموجود، نظام السيسي، قد ايه نظام معادي ليها.
وهنشوف قريب الناس بتهتف مرة تانية بسقوط السيسي وبسقوط العسكر. نفس الشعارات دي هترجع مرة تانية، مش بس الإخوان اللي هيكونوا رافعينها، لا، الحركة الجماهيرية الواسعة جدا هتبتدي تهتف مرة تانية بسقوط العسكر وبسقوط السيسي.